الجدد الذين تم تعيينهم بنفوذ هذا الإقليم، خلفا لزملائهم الذين تم تكليفهم بإيلاءات تابعة لعملات وأقاليم أخرى. مدينة أنزميز. السيدة نادرة بالبركة. بن والدة قائد الحق. السيدة الإله بيلول. مدينة أنزميز. السيد رضا المكي. ديرة إيتوري. السيد ناصر مسلم. السيد الحسوني زيتو. السي بدر اليزن. قيادة سيدي عبد الله غيات. دائرة إيتوري. السي عصام المحسن. من جدد النجاح في مهامه أحدته بل أهيب به. العمل الجاد والمواظبة والانضباط والتحلي بروح المبادرة الفعالة والمترزنة مع الاستشارة الحكيمة والمنتجة حتى يكونوا في مستوى الثقة التي حظيوا بها ويحققوا لرعاية صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بهذا الإقليم ما يصبحون إليه من تقدم وازدهار، وذلك بإلائهم كامل الاهتمام ووافر الوقت والجهد دون مكلل لتمكينهم جميعا بدون تمييز أو تفاوت. العمل الجاد والمواظبة والانضباط والتحلي بروح المبادرة الفعالة والمترزنة مع الاستشارة الحكيمة والمنتجة حتى يكونوا في مستوى الثقة التي حظيوا بها ويحققوا لرعاية صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بهذا الإقليم ما يصبحون إليه من تقدره المؤمنون. صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.